السلام عليكم جمهورنا الرياضي الكريم، جمهور اتحاد العاصمة، متتبعي قناة البلاد وأوفياء برامجها الرياضية. خصوكم اليوم بحوار مميز مع لاعب اتحاد العاصمة ولاعب المنتخب الوطني سابقا ومدية الجزائر أيضا حمزة كودري، اليوم اللي راح يتحدث لنا عن عدة نقاط وحيثيات ومستجدات تخص مشواره الرياضي وتخص نادي اتحاد العاصمة وكل ما حدث له هذا الموسم من إصابة ومشاكل إدارية. تابعوا معنا. حمزة كودري، نشكرك على هذه الاستضافة وتقبل دعوتنا بصدر رحب. بون، نشكركم انتم ثاني على القدوم تاعكم والحضور تاعكم معنا. بون، الظهور تاعي في الإعلام شرتو مع لابلي شريتو، كنت يعني مركز على الإصابة، لهذا يعني ما كنتش نظهر بزاف في الإعلام. وقبل الإصابة يعني كنت مركز على الفريق، على البطولة، على هذا الشيء اللي خلاني يعني ما نظهرش بزاف في الإعلام. كيفاش يقيم كودري مشواره مع فريق اتحاد العاصمة؟ الحمد لله، نظن طيلة الفترة هذه كما تعرفوا أنا لحقت جان، ودوكا راني لحقت 24، دوكا راني 34. سي اون في كامله جوج في اتحاد العاصمه. عرفت ناس يعني ابار الفوتبول، عرفت رجال الحمد لله، جوبونس لي اطرو فيا كلاعب يعني ولا حياتي الشخصيه الحمد لله. نفتخر كثير يعني بالباساج تاعي، اونفا الباساج لا بيريود اللي عشتها في اتحاد العاصمه. لو كلوب كيما 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 بوكو ماركي، مش غنقول لك دوشما، سي 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 نقدر نقولو سي ما دوزيام فامي، سي ما في، سي اكتوالمون شوي على دوشما. يعني نعيش براتيكمون في الدار وفي بولوغين تسمى في اتحاد العاصمة. سي فريمون، ان شاء الله الانسان يكبر ويعلم ولادو حب اتحاد العاصمة. هضرنا على ابرز محطاتك مع الفريق، وشنو هو اللقب اللي تعتبره الاغلى عندك؟ يعني في اتحاد العاصمه الحاجه اللي خلاتنا نحب هذا الفريق، سواء نوكس سواء لي جوال اللي كانوا معنا هذيك لا بيريود، سيتي لا فينال تاع لا كوب دالجيري 2013 كونتر مولوديا. ومن كان معنا لونترينور كوربيس، اونيتي كوم اون فامي، تما اكثر من الوقت اللي كنا عايشينه معاه في يعني في المنزل. لا فينال هذيك يعني اللي تقعد خالده يعني في التاريخ وفي لا ميموار تاعنا، تسمى لي جوار ستاف تكنيك، الناس اللي كانوا دايرين بينا، تمام الانصار. جو بونس هذه الحاجه المليحه اللي جوج في توت ما كارير. والله شوف، باك نبدا لك بالمدرب يعني كوربيس اللي كان معنا، وين قدر يخرجنا من الضغط. الاسبوع قبل يعني المقابله عشنا يعني اسبوع عادي جدا، يعني ما كانش فيه يعني بريباراسيون سبيسيال، يعني فوالا سبيسيال. هذا الشيء اللي خلانا بالك ندخلوا المقابله اكثر اريحيه من اتحاد مولوديه الجزائر. اللقب كان يمثل لي بوكو تشوز، باسكو صراو لي امور يعني قبل ما نغادر مولوديه الجزائر. سيتي كوم سي زعما رد الناس اللي كانوا هاجموني يعني عام من قبل، وخرجوا دي رومور عليا وكلش. الحمد لله يعني ربي ينصفني وفزت عليهم. تشوف باللي نهائي رابطة أبطال إفريقيا هو الذكرى السيئة بالنسبة لك؟ كنا قادرين نكتبوا تاريخ بالمقابلة هذيك، و ربي ما كتبناش. بون، يافي بوكو دو شوز اللي خلاتنا يعني نخسروا المقابله ولا نخسروا النهائي. ما كانش يعني عندنا خبره كبيره يعني في النهائي. بون، بالك اختيار الملعب تاني كان اثر علينا، وين تي بي مازام بيعرفوا كيفاش يلعبوا في ملعب يعني ضيق. انا نعتبرها اسوء ذكرى، لانه هذيك المقابله او النهائي او الفوز بكاس رابطة افريقيا كان بون، بالك النهائي هذاك راح يخلينا يعني في جهه ثانيه، تما تكتب يعني التاريخ باحرف من الذهب كما يقول. بعد فتره زاهيه جوزتها في الفريق، جاءت فتره عصيبه بعد وصلها مع الملاك السابقين، حدثنا عليها. والله هذه المرحله يعني كانت هي بالك المرحله الصعيبه كامل
لا كارير تاعي ولا في لا كارير تاع لي جوار زعما اللي كانوا معانا، ولا بالك في في, في في تاريخ تاريخ الفريق يعني وين لقينا لقينا روحتنا يعني احنا اللاعبين والطاقم الفني اللي نحيه بالمناسبه بلا تزيري اللي كان رجل ما كانش عندنا امكانيات ماديه ولا بشريه وين باش زعما يعني نبداو البطوله. الحمد لله يا في دي جوار معنا وين تفهموا الوضع ولي سيداو يعني يوقفوا مع الفريق الحمد لله. سي نوت ديفوار يعني الانسان ما يقولش باللي درنا حاجه سبيسيال، هذا كان واجب علينا لانه الفريق هذا يعني ما لقيناش هو تاني عاوننا هو تاني كبرنا اسماءنا الحمد لله. كان لازم علينا لا بيريود هذيك نوقفوا مع الفريق. الاسماء كبيره على الناس كامل الانسان فريق كما اتحاد العاصمه كان بزاف يتمنوا الناس يلعبوا فيه. هل تشوف باللي قدوم شركه سيربور قدم اضافه للفريق من ناحيه سيريه؟ انا صافي 3 زون سي بوكو بور بور اون ايكيب دو لوسما دو نو با غاني ان تيتر. جيسبر كو الشركه الملكه يعرف يعاودوا النظر في يعني في في في, في هذه الامور باش يعاودوا يحطوا الفريق في السكه الصحيحه ويخيروا لي بون بيرسون باش يقودوا الفريق هذا، لانه سي با نيمبورت كي يقدر يقود اتحاد العاصمه. الانسان لازم يقولها سي با نيمبورت كي، سي با باسكو سي با باسكو انت ابن الفريق ولا تلعبت في الفريق ولا دربت في الفريق عندك الحق. الفوتبول اكتيوالمون يبازي سور لي كومبيتونس، ما تكونش ابن الفريق ما تكون كومبيتون تقدر تخدم. واش هي الحاجة اللي خلات الفريق ما يدي حتى لقب في ظرف 3 سنوات؟ بيان سور سا سوا كو لي جوار ولا لو جروب كان عايش يعني ضغط بسيكولوجي كبير. انا بون كنت ما كنتش في لو جروب مي كنت نشوف يعني ابوبري السيرورة تاع الفريق، كان ضغط كبير على اللاعبين وما كانوش يلعبوا بأرياحية، ما كانوش في الكادر تاع 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 فوتبول تاع قوة كلام كثير كان يقال يعني في داخل النادي. اون ديري با اون فامي، كنا كل واحد يجبر من جهة. وشنو هو الفرق بين الفترة اللي أشرف عليها عنتر يحيى واللي كان فيها حسين أشيو؟ قلت لك من قبل أنا ما نحبش المقارنات، مي كل واحد ويتمنى الخدمة تاعو اللي تكلم عليه ماشي أنا اللي راح نقيم أي واحد منهم. بون خدمت مع عنتر يحيى وين كانت بون حاصلة ماشي إيجابية كيما نحبو حنا، مي جبونس هذا وجهة نظري. كان الفريق يعني في الطريق الصحيح، كان في الطريق الصحيح وين كان حاب يعاود يبني فريق. ويعني تعرف باش تبني فريق يعني ماشي لازم عام ولا الاخر، او موان دو زون باش يعاود يتبنى الفريق وعاود تولي المنصه تتوج. ربي ما كتبش وين شفنا كيفاش راح يتو. بون لا دوزيام بارتي تسمى لا دوزيام سيزون اللي بدينا خدمنا فيها العام هذا، خدمنا كل شغل الفوتبول، ما كناش في فريق تاع كره قدم. وجهة نظري انا لعبت شويه اللي كانت سان بريمي ماتش، شفت ابو بري الامور كيفاش تصير، ماشي امور اداريه، امور تاع كومونيكاسيون في الفريق، امور شفنا كلش غير امور اللي تخليك تلعب وتخليك دير دي بيرفورمانس ملاح. دونك سي كومبارابل. شكون يتحمل مسؤولية إخفاق النادي هذا الموسم؟ بون كي تكون أنت مدير رياضي لازمك تحمل المسؤولية، إخفاق يتحسب عليك. دونك وهذا الشيء كما قالوه براسك كامل الجوار. دونك البروبليم كانت الجهة تاعو باينة. أنا نعرف إنسان اللي يجي يخدم يبين واش يعرف يدير، ماشي يجي باش يهدم الشيء اللي داروه الناس اللي قبلوه، وتطيح في الغلطه هنا ما تنجحش. وليو تبدا تبني على الشيء اللي خدموه اللي قبلك، بالك تنجح لك الامور وتمشي الامور، ماشي ما كاش مش النجاح هذاك يحسب عليك ويحسب لك كما يقول لك، مي باش تجي تهدم جو بونس
مباراة الدربي كانت مفتاح الدخول في سلسلة النتائج الإيجابية، وش رايك؟ احنا الضغط اللي كان عند اللاعبين ممكن حابين يخرجوا من أزمة النتائج اللي خلاتهم يعني يلعبوا بهذيك الروح، عشنا الماتش كما شفت يعني العصب. شبونس كما نعرفوا صافي شحال 3-4 ماتش يعني 4 ديربي ما ربحناهمش، تسمى اللي الشيء اللي خلانا بالك دو بلوس على موش مالفين باش نفوزوا باللقاء، وحنا نعرفوا بلي الانصار تاعنا يعني الشيء الاهم يعني في 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 الشامبيونا ولا يعني يفوز بالدربي ساسوا لي دو كوتي يعني مولوديا ولا اتحاد. وعلى بالنا كان على بالنا يعني باللي الفوز بالدربي راح يخلينا يعني نصالحوا مع الانصار اللي كانوا غاضبين نوعا ما الفريق بعد نتائج سلبيه. الحمد لله شمس مالغري الناس اللي ما لعبتش عرفت كيفاش تمد الطاقه الايجابيه للاعبين يلعبوا باش خرجنا بالانتصار. واش هي النصيحه اللي تقدمها للثنائي ايت الحاج وعثماني بعد البروز في الدربي؟ شبونس انا نقول لك سواء ايت الحاج ولا عثماني ولا دوطر جون اللي قادرين يكونوا مستقبل الفريق، شبونس بعد تالق هذا الثنائي يعني في المباراه الاخيره يكملوا في هذا يعني لا كادونس تاع لي ماتش. وانا الشيء اللي ما نحبوش بزاف يعني الظهور الاعلامي، باسكو عباك الظهور الاعلامي يقدر يحدد فارق كبير يعني سورتو ان جون جوار اللي راهو طالع يقدر يديرلو كاسيور اللي ما تساعدوش يعني في المستقبل. كما يقول لك يقعدوا تحت الظل وراهم يخدموا باش يبروفيو ويكونوا يعني سواء العام الجاي ولا الاخر قطع اساسيه في الفريق. هل يطمح اللاعبين لضمان مشاركه افريقيه الموسم المقبل؟ كان دائما يعني لوبجيكتيف تاعنا يعني دو جوي دي ماتش يعني سواء لا كوب لا كاف ولا تشامبيونز ليغ، هذا هو لوبجيكتيف تاع اليوسما سي با لو تيتر لازم نلعبو. حنا نشوفو بلي الفريق راه في ديناميكيه مليحه يعني تاع تاع فوز تاع جيسبر كل اللاعبين يكملوا في هذه الديناميكيه يعني امور باش نلعبوا لا كوب دو لا كاف اللي تقعد هي تحل بيبان بزاف اللاعبين يعني باش امور ياخذوا يجوزوا النوتر ديمونسيون باسكو عباك ديما تلعب غير هنا في الشامبيونات سي ماشي نيفو، مي باش تلعب لاكوب دا سي اوت شوز، تلعب لاكوب دو لا كاف ولا تشامبيونز ليغ سي اوت شوز. انا حوس اللاعبين لازم يخمو باش يلحقوا ان ديمونسيون واحده اخرى باسكو كاين اللي عنده دي زوبجيكتيف انديفيديوال كيما ليكيب ناسيونال، باش تلعب ليكيب ناسيونال لازم تلعب تشامبيونز ليغ، لازم ولا انتيري تاع الفريق ولا انتيري انديفيديوال تاع لي جوار. واش رايك في العمل اللي راهو يقوم به بن واحي؟ بن واحي جونس كان عنده يعني تجربه يعني كمساعد مدرب هاد لي كاتمون اللي جازو، بالك هي اللي تساعدو بوكو بلوس يكون يعرف الفريق ايتو مام امكانيات اللي عنده كمدرب يعني لو فيكو بون مع لو فيكو اللي ولا لي ديبلوم اللي عنده الشهادات اللي عنده يعني تاهلو باش يقود فريق الاتحاد العاصمه. والخدمه تاعو راهي في التيران، سي الخدمه اللي تهضر على كل واحد، خدمه تاعو في التيران سي 3 ماتش 3 فيكتوار مام لونطريمون اون سيرينيتي يا لومبيونس يا دي انرجي بوزيتيف في الجروب، وهذا هو ليسونسيال جو بونس. انا نتمنى له كل خير يعني مع فريق الاتحاد العاصمه لانه انسان يحب الخدمه تاعو. تعرضت الإصابة بعداتك على الميدان لستة أشهر، احكي لنا وصل بالضبط. الإصابة تاعي كانت يعني تي الاسي ليغامون كروازي، الحمد لله درت العملية والعملية نجحت، بعد دخلت في لاريوديكاسيون الحمد لله راني في 5 مو جو بروفيت يعني لوكازيون نشكر غيو اللي وقف معايا بوندون لي سام مو هادوما. الحمد لله جو بونس لا بيريود لا بلو ديفيسيل جيسها وراني في لا بيريود تاع لا بريباراسيون فيزيك. جو بونس الاصابه دوك انا في راسي نسيتها ولات من الماضي. لا بيريود اللي راني فيها تسمى سي اون بيريود دو بريباراسيون فيزيك ماشي ريدوكاسيون ولا شي امور، هادي كامل جيسها الحمد لله. بون لي ماتش انا كانت عندي اون ايدي تاع نلعب لي ديرني ماتش
كانت عندي يعني تشاور مع الطاقم الطبي وين ما خلونيش. يعني كان عندي لونفي باش نلعب موان دو ماتش، تعرف ساموا وسموا بعيد عن الفريق تحب تلعب بيتو، وين ما خلونيش نلعب. قالوا لي يعني زيد صبر شويه باش موان تكون 100%. راك حاب تمدد عقدك في اتحاد العاصمه؟ سي با لوبجيكتيف، ماشي عندي اوبجيكتيف باش نكمل فلوس ما قاعد ولا نو. انا جو ريفينير نتمنى نلعب. يعني عندي طموح باش نلعب، ماشي باش عندي طموح باش نعاون الفريق. مانيش عندي زعما طموح جوست باش نكمل زعما لا كارير فلوس، ما عندي طموح باش نعاود نلعب باسكو نعرف روحي ومش حاس روحي باللي نقدر نكمل. كلمة أخيرة توجهها للجمهور الرياضي عامة وأنصار اتحاد العاصمة خاصة. مي احنا نحتاجون في لا بيريود دي اون باش نعاودوا نوليو المشاركات القارية، لان هذيك هي اسمها يعني بلاصه تاع لي سما، واني حاس بهم يعني صافي لونطون ما دخلوش البلوغ ما شافوا الفارق تاعهم. جيسبر كل العام الجاي نعاودوا نشوفهم يعني حله جديده وبريزولطا بمشاركه قاريه. نحييهم كامل كأنصار اتحاد العاصمه ونشكرهم كثير. هذا الى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى نهايه هذا الحوار الرياضي المميز مع لاعب اتحاد العاصمه حمزه كدري، اللي فتح لنا قلبه وتكلمنا على عده نقاط تخصه مشواره الكروي الرياضي وفريق اتحاد العاصمه. نلتقي ان شاء الله في عدد اخر ومع لاعب جديد. سلام.